وحوي يا وحوي هي رحت يا شعبان هي وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي هي. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية تمد يد المساعدة إلى مئات الآلاف من الناس في العديد من بلاد العالم، فكونوا عونا لها في مساعدة هؤلاء الفقراء والمساكين والعراة والجائعين والهائمين في أقطار الأرض. اللهم أعط منفقا خلفا واجزه خير الجزاء يا أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صدق الله العظيم. نفحات رمضانية. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ عبد الجليل منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الإخوة والأخوات، الصوم طاعة لله عز وجل يثاب عليها المؤمن ثوابا لا حدود له، وينال بها رضوان الله عز وجل. وقد أعد الله عز وجل للصائمين بابا خاصا بهم يقال له الريان، يدخلون به إلى الجنة إن شاء الله. والصوم فرض على المسلمين وعلى أصحاب الديانات السماوية كلها قبل الإسلام، وذلك لعظيم فوائده وثماره، فهو مدرسة أخلاقية كبرى يقوي الإرادة ويشحذ العزيمة ويعلم الصبر وينمي عاطفة الرحمة والأخوة والعطف على الفقراء والمساكين. ولذلك كان له الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم ثوابه الحقيقي إلا رب العزة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. اللهم ارزقنا صياما صحيحا تاما وأجرا عظيما يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نفحات رمضانية. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ عبد الجليل منصور.
منظمة الحياة للإغاثة والتنمية تبعث للجالية الكريمة بأسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتتمنى أن يعم السلام والأمن في كل بقاع الأرض. إن القلوب الرحيمة تستغل فرصة هذا الشهر الكريم لتتوسع بالإنفاق على المحتاجين والفقراء، وتبدأ بالأهل والجيران وأبناء الحارة والوطن، وتمتد إلى آفاق واسعة لتشمل العالم كله. تبرعك بمبلغ 75 دولار يوفر سلة غذائية متكاملة لعائلة محتاجة على مدى أسبوعين، أو 150 دولار لعائلة على مدى شهر واحد. منظمة الحياة تتعهد بإيصال تبرعاتكم المعفية من الضرائب، وتتلقى تبرعاتكم طوال أيام الشهر الفضيل من الساعة 7 صباحا وحتى 10 ليلا يوميا على الهاتف 1-800-827-3543. That's 1-800-827-3543. رمضان مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.